هلا مشاهدينا حنروح سوا لنشوف مشاهد لصباحة أو حورية سورية رح نتعرف أكثر عليها، ولكن بعد ما نتابع هاي المشاهد التالية. سالي، مثل ما تابعنا من عالم الرياضة والإنجاز ضيفتنا لليوم اللي تعرف بالحورية الذهبية، هي بنت مدينة حلب وابنة نادي الاتحاد الحلبي بتأهلها لدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل. سجلت اسمها كأول رياضية بتاريخ الرياضة السورية بتتأهل بدون بطاقة دعوة بعد بطلة ألعاب القوى غادة شعاع يلي فازت بذهبية أولمبيات أتلانتا عام 1996. اليوم معنا سباحة بيان جمعيسا. صباحك ورمضان كريم. صباحكم يا رب، شكرا لكم، رمضان كريم عليكم. يسعد صباحك بيان. صباح. خلينا بالبداية نحكي عن رياضة السباحة يلي تعتبر من أصعب الرياضات اللي بتحتاج لاستمرار وبتحتاج لمواظبة. نحكي عن بداية بيان جمعة، كيف بدت بيان بالسباحة؟ بدايتي أنا كانوا أخواتي اثنين أبطال جمهورية، هي جملة تضل بقولها طبعا دائما بكل لقاءاتي. اخواتي كانوا ابطال جمهوريه بسباحه وكانوا ياخذوني معهم دائما على المسبح كوني الاخت الصغيره، ومثلي مثل اي ولد صغير حبيت المي. يعني بالبدايه كانت كلعب، المدربين كانوا عم يشوفوا انه انا في ممكن يطلع مني، يعني جسمي طولي، تقبلي للمي، يعني كنت كثير في عندي هيك حب للمي من صغري. بلشوا هيك شويه اهتمام بالبدايه، وبعدين شوي شوي صرت اتدرب ضمن نادي الاتحاد، كانت بدايتي. يعني بيان، خلينا نقول المشاركات او المشاهدات اللي شفناها بالمقاطع السابقه تحكي شوي عن تفاصيل اشتراكك بكثير مسابقات شاركتي فيها، يمكن منها ايضا شاركتي بدوره التضامن الاسلامي. صح، 2017 باذربيجان، تحكي لنا عن واخذتي ميداليتين برونزيه. صحيح، هلا من شي اسبوعين برونزيه وفضيه، تحكي لنا عن هي المشاركه وكيف عم شوفي مشاركة السوريين أيضا بالخارج. صح، شاركت كتير بطولات، كانت آخرهم بأذربيجان مثل ما قلتي، عملت فيها فضية وبرونزية وعملت رقم سوري جديد بسباق 100 متر حرة. كانت مشاركة كتير قوية، الدورة كانت فعلا من أقوى الدورات اللي بنشارك فيها، الحمد لله كانت نتيجتي كتير منيحة. مشاركتنا كسوريين يعني نحن بظل الأزمة السورية ما انقطعنا أبدا عن مشاركاتنا الخارجية، بالعكس كنا دائما عم نعمل بصمة كتير منيحة مشاركاتنا خارج البلد، وعم نقدر نعمل يعني شيء لحد ما منيح. تمام بيان، قديش بتلاقي رياضة السباحة هي شغف لإلك أو هي يعني فيكي تقطعي فترة ولا لا هي إدمان صارت؟ لا هي بالنسبة لي السباحة صارت مثل ما قلتي إدمان، يعني أنا بتدرب تمرينين بقلب النهار، فأيام اللي ما بسبح فيها بصير فيني شيء خلص مانو طبيعي، مكركبة يعني إجباري، صارت شيء أساسي من حياتي. يعني بيان، يمكن اللي ما بيعرفوا المشاهدين انت جاي من التمرين لعنا. تماما، الصبح سبحت واجيت لهون دغري. يعني خلينا نحكي كم ساعه يمكن بتتدربي؟ ساعتين الصبح ساعتين المساء، وفي عندنا ساعه لياقه بين التمارين. فنهاري تقريبا 3/4 تمرين. هلا كبطله وسباحه
قديش رياضة السباحة هي من أفضل الرياضات اللي بتحرك كل عضلة بالجسم؟ يعني هلأ كتير بنروح بنعمل رياضات، ولكن السباحة هي تشمل كل هدول الرياضات. هي السباحة بتحرك كل عضلات الجسم، وهي بعيدة عن حياتنا العادية. يعني مثلا باقي رياضات طريقة تنفس عادي مثلنا بالحياة، بس المي هي خلص شيء مختلف، يعني صار مختلف عن الحياة كلها اللي برا. كتير مهمة، مهمة للجسم، للصحة، المفاصل، العضلات، فيعني السباحة من أهم الرياضات. طيب بيان، عادة السباح أو السباحة بيكون في لهم نظام حياتي معين مختلف عن الأنظمة العادية. كمان شفنا بيان انتقلت للتدريب. مو تدريب، أنا بس فتحت مدرسة سباحة باسمي، بس أنا ما عم درب صراحة، أنا بس مشرفة، يعني عم تأشر في عليهم. احكي لنا شوي عن هي التجربة. كمان هي أول مشروع شغل لي، يعني حبيت أنقل شيء جزء من خبراتي بالبداية لمدينتي، لمدينتي بحلب. حلو أنك بلشتيها حتى عن صغر، يعني عادة بنشوف الرياضيين بس لا يكبروا كتير لحتى ينتقلوا للتدريب أو لأنه يحترفوا مثلا أنه يعملوا شيء مشروع خاص. حلو أنه أنت بلشتيها ولساتك بأوج خلينا نقول العمل الرياضي. هو أنا حبيت أنه هيك أجمع الاثنين مع بعض، مشاركاتي بطولاتي وأنه يكون في مشروع عمل، يعني لا أقدر حتى نقول شيء من هالمشاركات لهالأطفال، يعني لنقدر نعمل شيء مميز. يعني فينا نقول حلب بهي الأزمة وقفت شوي عن الرياضة والسباحة، خصوصا ظروف المي وهي الصعوبات، فهلأ رجعنا عم نحاول نعمل شيء ويكون في عنا أكثر من، فيني أقول أكثر من بيان يطلعوا من حلب، يعني أكيد. خصوصي كمان أكد على الرياضة الأنثوية، لأنه بالفعل نحن في عنا ضعف فيها بسوريا بشكل أكيد عام. أكيد تحية يعني كتير كبيرة لكل الرياضيين وبالأخص الرياضيين أكيد بحلب يلي قدروا أنه يثبتوا ويتركوا بصمة برغم كل الظروف يلي عانت منها محافظة حلب بالفترة الأخيرة. تسلمي. شو شعورك وأنت عم تتوجي كبطلة بالسباحة؟ يعني هو شعور حلو، هذا الشعور يلي ما بينوصف، هو الشعور يلي انا بكون عم بتعب كل السنه لا اقدر اوصل لهي اللحظه، فهو شعور يعني فعلا قد ما حكيت عنه ما بقدر احكي عن اللحظه اللي انا بكون عم حسها وانا عم بطلع بالتوج. ما بالاخير كل تعبي لاطلع التوج وشوف كيف النشيد عم ينعزف، العالم عم يطلع، فاكيد شعور كثير كثير حلو رائع. يعني بيان خلينا نحكي شوي كمان عن دور الاهل، يعني شفنا لك مشاهد يمكن قبل ما تروحي تشتركي بالمسابقه وبعد ما رجعتي كانت والدتك دائما جنبك، اهلك، هذا الدور قد ايه كمان هو أساس النجاح ببيان؟ هو الأهل هن أساس، لأنه أي رياضي بمر بمرحلة بيصير ببطل بده يتدرب، بيصير في عنده شي نوع من الإحباط من التعب، بيحب يروح على الحياة الطبيعية. يعني حياتنا نحن كتير صعبة، يعني قصة طلعات ومشاوير وهذا كتير بيكون قليل، يعني فهون بيجي دور الأهل أساس كأساس ليعطوا ليحفزوا الولد. وأنا بالفعل أهلي كان ماما بشكل خاص، أخواتي كانوا دائما معي، يعني كل ما مر بمرحله تبع تعبت ما عاد جا بالي، لا هن دائما يكونوا مصرين لاني ضل عم بكفي لاعمل شيء، وكانوا شايفين انه ممكن بيان تعمل شيء. يعني كمان الاهل بيكونوا عارفانين الولد اذا هو قدران يستمر ويكمل تعمل اكثر. طبعا تمام. بيان بتمارسي غير الرياضه رياضات ثانيه ولا انت غير السباحه، ولا بس السباحه هي الرياضه الوحيده اللي انت؟ لا هي كرياضه سباحه، يعني ممكن مع رفقاتي اذا نزلنا نلعب شيء هيك، بس يعني للتسليه مو اكثر، مثلا لعب تنس هيك شيء، بس انه ما انا كاحتراف او شيء ابدا. اي تمام. يعني اليوم بيان خلينا نقول هي الالقاب اللي اطلقت عليكي سواء من الناس او من محبتهم او حتى من الرياضيين اللي سموكي الحوريه الذهبيه وغيره كثير من الاسماء، هي مسؤوليه اليوم طبعاً. مسؤوليه كثير كبيره، وخاصه نحن بوقت الحرب الرياضي صار نجم مثل كل النجوم اللي بنشوفهم سواء بالوسط الفني، وعليه مسؤوليه. مسؤوليه بيان اليوم شو؟ اول شيء اذا بدي اقول عن المسؤوليه، هي الرياضه صرنا نعتبرها حتى جزء من السياسه، يعني نحن لما عم نمثل برا فعم ننقل صوره من سوريا للعالم الخارجي، اكيد هي مسؤوليه كثير كبيره. انا من صغري بحب اني اتحمل مسؤوليه، يعني لما كنت صغيره انتقلت من حلب للشام، عشت بالشام لحالي، نقلت دراستي، نقلت كل شيء، لاني بحب اتحمل هي المسؤوليه. ف عم بشتغل لأقدر دائما اعمل احسن نتيجه وكون عند حسن ظن الكل يلي بيحبني، كل يلي عم يدعمني، كل يلي عم يكون معي. ان شاء الله يا رب يا بيان بهيدي الطاقه الايجابيه اللي
بداتي فيها اكيد رح يكون في نجاح، واكيد انت وصلتي لقلوب العالم. نحن تابعناكي طبعا، وبتعرفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دائما الاصداء كانت كثير حلوه، وكنا كثير فخورين ببيان السوريه اللي قدمت هيدا البطوله ورفعت اسمنا كلنا بالعالي. تسلمي لي يا رب، شكرا كثير لك. بيان، خلينا نحكي شوي كمان شو عم تحضري لقدام بعد المسابقه الاخيره اللي شاركتي فيها، هل في مسابقات اخرى قريبا؟ انا هلا خلال 10 ايام رح اكون بمعسكر بالسويد، رح شارك ببطوله ضمن السويد، بطوله انديه، وبعدين عم حضر هلا لبطوله عالم بهنغاريا بشهر 7. فيعني معسكر بالسويد بعدين على هنغاريا لبطوله العالم. يعني طبعا بيان، نحن بدنا نتشكر حضورك معنا، بدنا نتشكر هيدي الطاقه يلي انت بلشتي فيها معنا، ولكن قبل بدنا نحكي شوي صغيره عن بداياتك بالسباحه، المراحل اللي مريتي فيها والنوادي اللي فتي لها. معلش انا بالبدايه مثل ما قلت لكم كنت بنادي الاتحاد بلشت، بعدين بال 2007 انضميت للمنتخب السوري، هون بلشت مشاركاتي الخارجيه، بطولات عربيه، دورات عربيه، كان في تطور، بلشت شارك بطولات اسيويه، بطولات عالم. بال 2009 لعبت مع نادي المحافظه، تمام، ضليت مع نادي المحافظه للسنه الماضيه، انتقلت على نادي الجيش، وحاليا هلا عم بلعب باسم نادي الجيش. وحسب اذا في عندي مشاركات بالانديه بشارك باسم نادي الجيش، او بشارك بباقي البطولات بكأس سوريا. يعني اكيد عم بنضغط بين حتى دراسه وموضوع السباحه. هلا صرت بمرحله بقى فعلا كان فيها ضغط، من قبل كنت اعتبر قصه تنظيم وقت، هلا صارت لا ضغط بقى علي. اكيد بيان، كمان بعيدا عن السباحه انت عم تشجعي المنتخب السوري، حاليا رح يكون في عنا استحقاق مهم للمنتخب السوري الثلاثة القادم، وهو عم يساعد لمواجهه الصين بالتصفيات الاسيويه المؤهله لمونديال 2018، كيف عم بتشوفي هذا الموضوع؟ اكيد بتمنى لهم كل التوفيق، بتمنى شو تحبي توجهي لهم كلمه اكيد للمنتخب؟ يعني يكون في لنا مشاركه بكاس العالم، الله يوفقهم يا رب، ونحن اكيد واثقين فيهم، يعني انا كبيان واثقه فيهم بقدراتهم، وان شاء الله بيعملوا كل شيء عندهم وبيتاهلوا لكاس العالم. بيان، مين المثل الاعلى لك بالسباحه؟ استاذ فراس معلا، بالنسبه له اكيد محليا اكيد بوجه له تحيه، وعالميا سباح مايكل فيليبس. أكيد. يعني بيان، شوي هيك قدرنا نفوت شوي على حياة بيان السباحة اليوم. نحن مثل ما قلنا بالبداية ولهلا بنرجع بنقول أنت الحورية الذهبية السورية يلي بنفتخر فيها. شكرا لوجودك معنا. لكم، وأنا كثير بفتخر فيكم، بفتخر بمحبتكم، وشكرا لاستضافتكم. شكرا لك. شكرا لك بيان، وإن شاء الله بالتوفيق بكل بطولاتك. شكرا لك، كل عام وأنتم بألف خير. أنت بألف خير. هلا رح نروح سلمى.